نكمل الاكسسوري 6 كورد جلانس اللي احنا حكينا قلنا عندنا البروستيت وعندنا السمنال فيزيكلز لانه فيري امبورتنت، خاصه البروستيت فيري امبورتنت لان بعدين بالباثولوجي او بعدين كديزيز راح اشوف كل شوي بروستيتك ديزيز خاصه بروستيتايتس او بناين بروستيتك هايبرفيجن بالاضافه للبروستيتك كانسر. فيري امبورتنت البروستيت مين اكسسوري بروتكتيف جلانس عندنا ذني التوهن مثل ما قلنا عليه سمنا فيزيكلز والبروستيت والبلبورثال جلانس عندهم كذلك البلبورثال جلانس سمول جلانس موجود ممكن اذا صار مجال لطيح. فالبروستيت از لارجست اكسسوري سكس جلاند اند ذا مين يعني تقريبا هي اكبر اكسسوري جلاند موجوده بالمان او بالمين قصدي ان جنرال اباوت 3 2 في 3 في 4 سي ام سايز مالتها كونتين 30 تو 50 تيوبيلو اليفيلار جلاندز. يعني هي تقريبا البروستيت ان جنرال نسميها فايبرو جلاندولار تيشو ميكس تيشو نفس البريست بالفيميل. راح تاخذون البريست اذا انطوكم اياها تشوفون تقريبا هنا يشابه الى حد كبير اللي هي ميكست ابيثيليال وفايبروس تيشو يسمون النوبات فايبرو جلاندولار تيشو ميكس فيتكون من جلاندولار تيشو بالاضافه الى فايبرو ماسكولار تيشو. فتقريبا 30 او 30 تو 50 تيوبيلو اليفيلار جلاند which empty into 50 to 25 او 15 to 25 independent accessory او secretory ducts. يعني هذه الاليفيلار جلاندز بعدين الدرين مالتها تو ذا اكسكريتوري ducts تتجمع وبعدين تصب كلها وين بالبروستاتيك يوريثرا بعد ما تتحد ويا الاكسكريتوري دكت. هاي بعدين هسه انا اخذها انه يجي الفاز ديفرنس يتحد ويا السمنال فيزيكال تسوي لنا اكسكريتوري دكت. الاكسكريتوري دكت راح يمر بالبروستيت وهذه الدكت او الاكسكريتوري دكت اوف بروستيت اوبن تو ذا اكسكريتوري دكت بعدين يروح للبروستاتيك يوريثرا. واضح؟ This duct open into the urethra بعدين مثل ما قلنا the gland are embedded in the fibromuscular stromal مثل ما قلنا انه gland عندنا glandular و embedded in fibromuscular stromal which mainly consists of smooth muscle separated by strand of connective tissue rich in collagen and elastic fiber. The muscle form a dense mass around the urethra and beneath barely thin capsule of the prostate. اكثر شيء المصل تكون around the urethra كل شوي مصر موجودة كديستريبيوشن وكذلك جو الكبسول اوف بروستيت. فاحنا ان جنرال اذا واحد قال لنا البروستيت هيستولوجي منين تتكون؟ نقول له البروستيت هي عباره عن فايبرو جلاندولار تيشو ميكست فايبرو ماسكولار وامبيدد موجود به اللي هو جلاندولار تيشو. واضح؟ بس راح تشوفون ميكست جلاندولار وفايبرو ماسكولار كونكتيف تيشو. Secretory alveoli of prostate are very irregular shape. يعني هذه الالفيولاي او هي الجلان مال البروستيت اسمها نوبات الفيولاي. Irregular shape مالتها الشكل مالتها مختلف تماما يعني مو ثابت مثلا rounded oval irregular shape حسب الاكتيفيتي مالتها البروفريشن مالتها ممكن حتى تسوي لك بابيلاري لايك بروجكشن اوف ذا ميوكوزا انتو ذا لومن حتى ممكن نوبات تلقى باللومن اكو بابيلاري لايك بروجكشن. فاذا الاكسكريتا او السكريتري جلاند او الفيولاي او بروستيت ار فيري ريجولار ان شيب ممكن تلقى بابيلاري بروجكشن اوف ذا ميوكوزا انتو ذا لومن تصير نوبات تطلع من الميوكوزا مثل بابيلي لايك فينجر لايك بروجكشن انتو ذا لومن اوف بروستيت. الابيثيليوم از كيوبويدال اور كولومنر. الابيثيليوم مالتها اللايننج كيوبويدال اور كولومنر وعندنا بيزل كذلك لاير موجوده. هاي مهمه البيزل لاير فيري امبورتنت لو تفيدنا بالديفرنشيتد بتوين بنانا مالجنت تيومر. البيزل سير ما نلقاها بالمالجنت عاده نلقى سنجل لاير لايننج واضح بينما بالبناين نلقاها دبل لاير اللي هي كيوبويدال او كولومنر ابيثيليوم بالاضافه للبيزل سيل موجوده. And the epithelium may look pseudo stratified يعني ممكن نشوفها pseudo stratified ممكن نشوفها the secretory cell are slightly acidophilic and secretory granule may be visible in the cytoplasm. هي secretory cell صاري واضح السيل الموجوده secretory لان تفزك في السكريشن فهذه السيل تكون عاده
acidophilic and secretory granule ممكن نشوفها بالسيتوبلازم. Small extension of the apical cytoplasm into the lumen of the alveoli may represent cell which release their secretory product. نسموها secretion is apocrine or merosin. يعني تلقى مثل ال extension of the apical cytoplasm into the lumen على مود السكريتد مال ال product مال ال cells. فتلقى وكأنما مثل ال vesiculite أو small extension of the apical cytoplasm into the lumen على مود السكريشن. يعني شوف هاي بالهيستوباثولوجي. The secretion of prostate contains citric acid, enzyme, fibrinolysin. وفائدة الفيبرينولايسين هو ليكوفايد ذا سيمن. واضح؟ يعني هذا فيبرينولايسيس هرمون او انزيم قصدي، هذا يسوي لنا ليكوفايز ذا سيمن حتى يصير السيمن ليكويد لايك مو لزج كلش، هذا حتى يسهل حركه السبيرم. اذا عندك سيتريك اسيد بالاضافه للانزيم فيبرينولايسين انزيم. كذلك تفرز لنا الاسيد فوسفاتيز and number of other enzymes and lipid. The secretion of prostate is first fraction of the ejaculate. هاي مهمة هنا. Then the first part or first secretion of the ejaculate or ejaculation هو ال prostate content. هاي واحدة. Second هو السيمن. والثالث هو ال product of seminal vesicles. يعني هيك مرتبة تقريبا. واضح؟ The first secretion of the prostate is the first fraction of the ejaculate. Second هو راح يكون السيمن. والثالث part هو راح يكون seminal vesicles secretion. The secretory duct of the prostate are lined by simple columnar epithelium which change to transitional epithelium near the opening of the duct into the urethra. كل ما تتقرب على اليورثرا تفتح باليورثرا. هذه الدكت مع البروستيت تتحول من simple columnar الى transitional epithelium يعني يشبه البلدر لايك. Characteristic feature of a prostate is the presence of corpora amblyopia. هذا يعني حتى تميز نوبات انه بروستيت او نوبات يصير واحد عنده مس دايجنوستيز وهي سيمنال فيزيكلز نوبات هيستولوجي يشابهن الى حد قريب ممكن يصير تشابه بيناتهم فاكو مميزات شويه ممكن نميز انه هذا بروستيت ولا سيمنال فيزيكلز. نلقى الكوربورا امليشيا هذه مهمه الكوربورا امليشيا in the secretory alveoli نلقاها بالجلانس او الالفيولاي اوف بروستيت. They are rounded eosinophilic bodies. Rounded eosinophilic body يعني اجسام حمراء اللون نشوفها rounded تقريبا وين موجوده بالالفيولاي او الجلاند او البروستيت. الافرج دايمتر تقريبا 0.25 ملم up to 2 ملم. They may be undergo calcification ممكن يسوي لنا calcification. Corpora amblyopia ممكن القاها حتى بالسيمن secretion يعني حتى بالاجوكليتري بارت ممكن نلقى corpora amblyopia ممكن تطلع. فممكن يجيك سؤال corpora amblyopia وين نشوفها؟ هسه شوف منين يتكون corpora amblyopia نشوفها بالسكريتري الفيلاي او بالجلاند او بالبروستيت. فخلي ببالك corpora amblyopia دائما يجي ببالك البروستيت. واضح؟ وهي عباره عن rounded eosinophilic bodies موجوده بالالفيولار بروستيت. مايكروسكوبيكلي ذا بروستيت كان بي ديفايدد انتو لوبس. البروستيت عاده تقسمها الى لوبس. واضح؟ يعني تقسم الى ملتيبل لوبس بس ذي ار انكونسبيكيوس ان هيستولوجيكال سيك ما هي تميزها بالهيستولوجي بس هي اناتوميكلي اذا تاخذون اناتومي يقسم فيها الى لوب ميديان لوب انتيريور لوب بوستيريور لوب واثنين عندك تو اللاترال لوب قسموها تقريبا خمسه فالميديان لوب والسيريال لوب انتيريال لوب واللاترال لوبس. هذه كلها التقاسيم حسب مرور اليورثرا والجفنتري داكت من يعني من تدخل البروستيت كل ذي يدخل البروستيت فيقسمها الى ملتيبل لوبس. وهذه مهمه كذلك التقسيم هذا فيري امبورتنت. انت كاستروجي ما تقدر تميز يعني اذا اعطيك استروجي اقول لك هذا لوب ما تقدر لان نفس الشيء بس هذا اناتوميكلي هذا فيري امبورتنت. ليش هذا ممكن له كلينيكال سيجنيفيكانت. هسه نشوف شلون كلينيكلي سيجنيفيكانت. ان جود هيستولوجيكال سكشن اتس بوسيبل تو ديستينجويش ثري كونسنتريك زونز ويتش سراوندد ذا بروستيت بارت اوف ذا يورثرا. اولا عندنا البيرفرال زون وعندنا الانترنال زون. هذه كزونز مقسمه يعني مو لوبس مقسمه الى زونات وهذه الزونات هم فيري امبورتنت كلينيكلي. ليش؟ لان هذه الزونز
البروفريشن مالتها او النيوبلازم مالتها ممكن يختلف. يعني عاده احنا نشوف البروستاتيك ادينوكارسينوما نشوفها بالبرفرال زون اكثر شيء بنسبه 70 ل 80%. البروستاتيك ادينوكارسينوما نشوفها بالبرفرال زون، بينما نشوف البناين بروستاتيك هايبربليجيا تضخم البروستات العادي البناين نشوفها بالانترنال والانر زونز، هذه مهمه. فلذلك عاده يعني انت تشوف البناين بروستاتيك هايبربليجيا وين؟ بالانر والانترنال زونز عاده نشوفها، بينما نشوف المالجنسي بالبرفرال زونز، هذه امبورتنت بالبايوبسي والفولو اب. لذلك المالجنسي جينيليت برزنتيشن ليش؟ لان بالبرفرال زون ما ياثر لي على اليورين ستريم، بينما البناين بروستاتيك هايبربليجيا وين يكون؟ بالسنترال زون والانترنال زون، فيكون وين؟ قريب على اليورثرا بروستاتيك يورثرا. فهذا شو يسوي لي؟ بريشر افكت اوبستركشن، ممكن يسوي لي يورين ريتنشن، فيجيني اير برزنتيشن. اكثر المرضى يعاني يجيك يقول لك عندي مشكله باليورينيشن او بالمكتوريشن، واضح؟ فممكن انكمبليت يورينيشن عنده او هيستنسي بالبيجنينج اوف يورينيشن او بين او ريسيدوال يورين او سكندري انفكشن، هاي كلها يسمونها بروستاتيزم ساين اوف بروستاتيك هايبربليجيا. بينما المالجنسي عاده تكون بيرفرال زون يكون ليت برزنتيشن، لان ما ياثر ما يسوي لي هذا الافكت انه بريشر افكت سيلو اوبستركشن. ومهمه انه نقسم البروستات اناتوميكلي الى مالتيبل لوبس، احنا قلنا anterior loop, posterior loop, median loop, bilateral, عندك lateral loops. وكذلك نقسمها الى zones اللي هي حسب مكان قربها من اليورثرا. peripheral zone contain large so called main gland. عادة تكون الجلاند بالبريفرال زون تكون لارج جلاند whose duct run posterior to open into the urethra. الانترنال زون consists of so called submucosal gland. الانترنال زون والانر موست زون يسمونها تحتوي على الميكوزال جلاند. ان جنرال يعني اذا ممكن واحد يعرف انه اكو عندي بيرفرال زون، انترنال زون، عندي سنترال زونز. هذا اللي هم نقسم هالزونات احنا قلنا حسب قربها بعدها من ترتيبها يعني during the prosthetic histology. فصار عندك تو كلاسيفيكي او تو ديفيجن او divided the prostate into ممكن anatomically in multiple loops او ممكن histologically الى multiple zones. وهذه important clinically مثل ما حكينا عليها، لان الديزيز اللي تاثر بها تختلف ممكن كفريكونسي. فواحد من يجيك سؤال يقول لك common prostatic adenoma، طبعا تعرفون prostatic carcinoma يعتبر most common malignant tumor in the main worldwide، على مستوى العالم رقم واحد هو البروستيت بالمين والبريست بالفيميل، هاي تعرفوه واضح. فالماست كومن مالجنسي ان ذا مين هو بروستيت، هاي بروستاتيك ادينوكارسينوما، هاي تبقى بالكم. يعني اكثر ورم سرطاني شائع بالرجال رقم واحد هو البروستيت، بينما بالفيميل هو البريست، هذه معلومه لازم تبقى لكم. بينما راح تشوف هسه تقريبا يعني كل ما يصير الاولد ايج بيشنت انكريز ذا ايجينج ممكن الريسك مال مالجنسي يوصل حتى 70% 80%، واضح. واحد اذا طول فتره طويله ممكن يوصل 90 حتى مور ذان 90% انه ينصاب بالبروستاتيك ادينوكارسينوم. بس عاده يكون سلو جروينج تيومر لو جريد يراد ليرس يعني حتى تو يعني فيزبل كلينيكلي او كلينيكال برزنتيشن. فممكن هو بيشنت داينج وما يدري انه عنده بروستاتيك ادينوكارسينوم، واضح. بينما البنان بروستيت هايبربليجيا تقريبا بعد ال 45 او 50 او 40 تبدي البروستيتك بنان بروستيتك هايبربليجيا تضخم البروستات، وكل ما انكريز الايجين تزداد النسبه كذلك، واضح. يعني نسبه عاليه تزداد البنان بروستيتك هايبربليجيا حتى توصل مثل ما قلنا ممكن تقريبا هم توصل نسب عاليه 60 70%، بعد 80%. كل ما ادفانس الايج ادفانس الريسك اوف بنان بروستيتك هايبربليجيا. This subdivision of prostate is of clinical importance. With the age, the prostate become enlarged due to the benign prostatic hyperplasia. يعني عادة with the age, the prostate enlarge. نسميه benign nodular hyperplasia. أو يسمونه benign prostatic hyperplasia, PPH. مصطلح مالته PPH. هذا ثابت دائما تسمع PPH.
هو البناين بروستاتيك هايبربلاجيا او نودول هايبربلاجيا. ذا اونست ايج اوف ذيس هايبربلاستيك از تقريبا 45 years old. About 3/4 of the male, تقريبا 3/4 الميل above the 60 years old are affected with benign prostatic hyperplasia. نصهم تقريبا half of them will be symptomatic. ممكن يكون patient large benign prostatic hyperplasia بس ما asymptomatic. ممكن لا. يعني تقريبا نصهم 50% symptomatic و 50% asymptomatic. واضح؟ والسبتوم احنا قلنا يعني incontinence باليورينيشن، هذا التقطير بيصير بالإدرار، incomplete urination, hesitancy, difficult pre-starting urination, ممكن infection. هذه الساين خاصة الناس الكبار. هاي يقول لك أنا قاعد دائما السبتوم اللي يجي المريض يقول لك أنا دائما أقعد أتبول أكثر مرة في الليل، خاصة بالشتاء لين يصير congested prostate، يزداد شوي الحجم مالته بالإضافة لأي بناء بوستيت كوربليجن. فيصير عند عدة مرات يتكرر التكرر مال التبول ليلا، فهذه الزعجة شوية. فيراجع يقول لك أبول عدة مرات ليش؟ وين كومبليت يورينيشن، يروح يبول كمية قليلة. وبعدين هي بروستيت اكو يعني مثل الباوتش راح يصير من ذا صار عندك بناء بروستيت كابر بليجي، يسوي لك ريتينشن اوف يورين، كذلك يصير لك سنسيشن اوف يعني انت كانما فول بلادر، هي ما عندك كمية قليلة من البلادر بس من اليورين يصير عندك سنسيشن وكانما فول بلادر. ليش؟ لأن أكو فد أريا بالبروستيت من يصير انلارجمنت أو بناء بروستيتك هايبربلاجيا، يصير فد باوش لايك بالبوستيتر بارت أوف بلادر، ويصير بي كولكشن أوف يورين، وهي منطقة السنسيشن أوف يورينيشن. فدائما تقول لك إنه ممكن عندك أنت يعني فول بلادر فور يورينيشن. الكانسر أوف ذا بروستيت which is the second most common malignant tumor بالميل involve the peripheral zones. واضح؟ وين عادة تصير؟ بالبيرفرال زون. هم هنا يعني نوبات يخلونا second to the يعني lung cancer، بس احنا نشوف البروستيت والماس كومن اكثر من lung cancer. واضح؟ بس احنا بالاراق نشوف البروستيت يعني واحد ممكن يشوفها يعني راح تعملها شو مو بهالكثره مثل ما تتصور، يعني جوز اكو انذر تيومر اكثر من هاته نشوفها. واضح؟ تسال ليش تقول انت كومن البروستيت عندي انا والماس كومن تيومر وما اشوفها، اشوف اكو انذر بروست تيومر مثل لان كارسينوما او ممكن لنفوما او هيماتولوجيكال تيومر اشوفها اكثر. هذا السبب انه تعرف هم هناك يطولون فترات طويله، الميديان ايج مالتهم يعني ممكن طول الثمانينات التسعينات ممكن 100. احنا عاده ماكسيموم ايج يعني الميديان ايج تقريباتنا 60 تو 70. واضح؟ فعاده تكون ما بين هذه التيومرات، فهم الاعمار مالتهم اطول، فلذلك يكون عندهم كومن. احنا كذلك موجود نسبة عالية، اولا يعني اكثر مرضى ما يراجعون، ثانيا يعني الاعمار ما تطول عندنا فوق اللي يعني الاعمار اللي طول فوق السبعين تقريبا قليلة النسبة مالتها، فلذلك تكون النسبة اقل. كذلك ماكو ايرلي دايجنوس اوف بروستيتك ادينوكارسينوم. هذه هي البروستيت اذا تشوفونها. سمعون طلاب الصوت واضح؟ نعم دكتور. ما عندكم اشكال بالشرح طلاب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. شكرا جزيلا. هنا هيستوباثولوجي اوف بروستيت، هذه هي البروستيت وشوفونها اللي قلنا عليها فايبرو جلاندولار، هذا الفايبر او فايبرو ماسكولار ستروم وهذه الجلاندولار. بالضبط اذا تاخذون البريست جوستيك ماتورا رشا او تورا ما اعرف راح تعطيكم، وتشوفون انه البريست كذلك كان فايبرو جلاندولار، يعني هم جلاند و فايبروماسكولار ستروم. حتى التيومر اللي هو بناين بروستاتيك هايبربليجيا اللي حشينا عليه هو ميكس تيومر، يصير ميكس تيومر يعني نيوبلاستيك تشينجز بوث الميزنكايمال والابيثيليال اثنيناتهم، لذلك يسمونه ميكس تيومر. يعني عاده التيومر احنا عندنا ناخذ لاين لو ميزنكايمال لو ابيثيليال مثلا لو لنفويد، بس هنا راح اثنيناتهم يصير نيوبلاستيك. وطبعا هاي ديو تو يعني ملتيبل ثيوريز واي بناين بروستاتيك هايبربليجيا از الاستنس مالتها عالي، ممكن ديو تو هرمونال افكت خاصه الاندروجين وال الاستروجين. بس الاستروجين واحد اللي جاب الاستروجين بالفيميل، لا الاستروجين عاده يبدي يصعد شوي شوي بالميل وبعد ال 40 تقريبا يساوي الاستروجين والاندروجين. شايف انت واحد بالبدايه الاندروجين مالته عالي، فلذلك شايف انفعال الشباب وال
النوبات احنا نقول له شنو الاندفاع الزايد الاجريسفنس هذه كلها وين موجوده؟ للاندروجين عالي نسميه هرمون الرجوله، في شوي يكون راح يكون مندفع عصبي شلون غير متردد. هذه عاده بعد الأربعين يصير النضوج اكثر، يبدا الاندروجين يقل والتستوستيرون يصعد، فكانه واحد ياخذ صفات مو الصفات الانثويه وانما يكون شوي هادئ، حتى الفويس مالته يتغير يكون شوي يعني الهدوء والرزانه اكثر. ليش؟ لان الهرمون الاندروجين يبدا يقل والتستوستيرون يبدا يصعد، الاندروجين يبدا العفو الاستروجين يبدا يصعد والاندروجين او التستوستيرون يبدا ينزل. في بعض الاحيان يكون الاستروجين اعلى، احنا يسمونه بودي جلوب، كانما صار مثل الفيمنايزيشن لايك او مثل الفيميل شلون هادئ هدوء وانفعال ويعني مندفعيه زايده، يعني يحسب الامور اكثر عقلانيه اكثر. هذه ممكن لها تاثير، حتى الفويس يتغير بدل ما صوت الشاب هذا الجهور العالي القول هذا يصير بعدين شاب شوي يصير اداه الصوت فويس مالته، ممكن ديو تو هرمونال افكت ممكن. فقالوا ممكن ذني تو هرمونز ياثرا على البنين بروستاتيك كابر بليجيا سيمين ابرود فريشن اكو ريسبتر موجود على السيل اوف بوث جلاندولار اند فايبرو ماسكولار ستوما. فهذه شوف انت النورمال، احنا نشوف ميكست هذا الجلاندولار نسمي اليولار تيوبيولو الفيلا مثل التيوبيول او الفيلاي او الجلانديولار وكلها نفس الشيء، بس هاي التيوبيولو الفيلا ليش سميتها؟ حسب المورفولوجي شكلها يعني، ولا ان جنرال هي جلاند جلاند ولاين باي كولومينر تو كيوبويد قلنا ابيثيريال وبيزال لير. واضح؟ وهذه فايبرو ماسكولار تلقى بها سموث مصر كذلك كونكتيف تشو. واضح؟ فايبرو ماسكولار ستروما وتختلف طبعا من مكان الى مكان، ممكن تلقى الكونكتيف تشو اكثر من الجلاندولار ومكانات تلقى بها الجلاندولار اكثر من الفايبروماسكولار ستروما. هذه الصورة أكبر يعني أخذنا على الهاي باور الرأويك، هذه جلاند، هذه قلنا أكو بابيلر بروجكشن نوبات يصير. شوفوا هذه الجلاند، هذه اللاين مالت سيدو ستراتيفايد كولومنر وبيزال لاير، خلايا دائما أكو بيزال لاير خلايا مولدة، وشوفوا كأنه ستراتيفايد هي سيدو ستراتيفايد حقيقة. هذه كلها جلاند أو تيوبولا أليفيلار جلاند أوف بروستيت، شوفوا هاي كلها. وهذه البابيلاري لايك بروجكشن، هذه البابيلاري لايك بروجكشن اللي يصير عندي. وهذا شوفوا هنا هذا يعني ديو تو بولفريشن، يعني شوف انت الجلاند تريد تتوسع يصير بها بولفريشن اوف ذا سيل، محاطه بمن فابرو ماسكولار ستروما قويه ما تعطيني مجال اتوسع، فاضطر انا من ايش يصير؟ من يصير عندي بولفريشن اضطر وين اندفع؟ تندفع الميوكوزا لليومن. شايفين انتم اذا نوبات جماعه يقعدون ينحصرون بكراسي بسياره او كرويته او فد شيء يقعدون ينحصرون، يعني مكان ما يكفي شو يسوي؟ تضطرون تدفعون واحد او اثنين اللي قدام. شايفينها؟ نوبات يقول اطلع انت شوي اللي قدام حتى المكان يكفينا. هاي من يصير يعني هنا بريشر افكت يعني هاي سيل بولفريشن يصير اوفر كراود سيلز، فايش يصير بها؟ يعني بروجكشن تو ذا لومن. ليش؟ لانها ما تاخذ مجال حتى تتوسع تكبر. ليش؟ يعني حبي هذا الستروما ما تعطيك مجال انه تاخذ اكبر حيز وتكبر الجلاند وتاخذ سيستيك لايك براحته. لا، انت قاعد تصير بروفريشن مكان محجوز معزول بقوه، فتضطر انه تسوي بابيلاري لايك بروجكشن. وهذه يسوي بابيلاري بروجكشن هو ديو تو اوفر كراود السير بروفريشن. اذا تشوفوا هذه السيركل لومنا بعض الحياه تلقاها كوبويد، هذا حسب الفانكشن اوف ذا سيركل ما كانت مور فانكشنال، هذه ممكن تكون تشينج مالتها غير من كوبويد تو كولومنا مو في الاشكال. فشوف انا وبعد تلقاها صغيره انا وبعد تلقاها لارج. واضح سيدو ستراتيفايد بيزل لاير تو لاير، عاده ما القى البروميننت نيوكلولاي ما موجوده، هذه نوبات فيتشر تفيدنا حتى تميز المالجنسي، لان نوبات الفيتشر اللي يميز بنائن المالجنسي شويه صعبه تكون. يعني اذا لقيت برومننت ايوزينوفيليك نيوكلاي هنا واضحه وكبيره اضافه لان القاها سنجل لاير مو دبل لاير، هاي فيتشر مال مالجنسي تفيدني كل شوي، هاي ان شاء الله نعطيكم اياها بعدين. بس قصدي يعني انه ممكن انا اعرف البناين كرايتيريا حتى بعدين تجي مالجنت كرايتيريا. هذا شنو؟ الكونسنتريك سكريشن، شوفوا هذا ايوزينوفيليك راوندد مثل ما قلنا من ساعه، كونسنتريك وكانما دوائر متحده المركز بدائره دائره دائره، هاي كونسنتريك راوندد ستراكشر ايوزينوفيليك نوبات سيربي كالسيفيكيشن. هذه البربورا امبليشيا هي سكريشن مال بروستيت نوبات سيربي كونكريشن، واضح تصلب هذه، فيسوي لك مثل كريستال لايك او هذه نسميها بربورا امبليشيا، هذا هو سكريشن اوف بروستيت.
واضح طلع؟ هذه مهمة الصورة من تجيك هذا السلايد يقول يابا هذه بروستيت، هذه البروستيت، هذه الجلاند، هذه الستروم هنا موجودة عندي، وهذا البابيلر بروجكشن، وهذا الكوربورا اميليشيا، وهذا الجلاندولار اللي هو السكريتري جلاندولار ابيثيليال تشو. It come to layer basal basement membrane قريب. هذه كذلك نراويكم البولومنر ابيثيليال، شوف هاي بابيلر بروجكشن نفسها، بس هذه السكشن اللي طالع لك وكانها ما اشوف البابيلر صار بنص اللومن. من ياخذ المقطع يعني المكان هالاتاتشمنت ويل السيرفيس مال الجلاند ما موجود يعني بالسكشن ما يطلع نوبات. فهذا هو شوف الكولومنر ابيثيليال والبيزل لاير، شوفوا هذا الكولومنر ابيثيليال لايننج والبيزل لاير موجود على البريفري، هذا هنا البيزل لاير. فهذا هاي الصوره مو كل شيء بس على مود يعني ماجنفيكيشن على مود اشوف الديتيل مال الجلاندولار ابيثيليال. شوف ما قاعد اشوف برومننت ايوزينوفيليك نيوكليولاي، شوف بس النيوكليس نشوفها بس الايوزينوفيليك نيوكليولاي ما اشوفها، عاده واحده من الكرايتيريا اوف مالينسي. خلصت البروستيت، يعني المهم بالبروستيت طلاب يعني النقاط المهمه جدا اللي تبقى ببالكم انه هو ميكست تيومر او ميكست اورجان فايبرو جلاندولار، ميكست فايبرو جلاندولار يكون تو كومبوننت فايبروس جلاندولار، هاي وحده. الشغله الثانيه المهمه اللي تعرفوها انه لازم تعرفون انه يتقسم الى مالتيبل لوبس او زونز، يعني هاي مهمه الزونز على مود نحدد انه بعض الليجن تختلف مكان لمكان، بناين وين يصير اكثر شيء، بالمالينت وين يصير اكثر شيء. قلنا المالينت ليجن عاده تكون بالبريفرال زون، والبناين بروستيك هايبر بليجيا تصير بالسنترال زون، وقلنا من يصير بروستيك هايبر بليجيا ممكن يصير لك يورال ريتنشن وتبدي لك ساين مال البروستيك هايبر بليجيا يسمونه بروستاتيسم. واضح هي اللي قلنا عليها الكونتيننس باليورينيشن والهيزيتنسي والديفكالت باليورينيشن يورا ريتينشن انفكشن، هاي كلها ساين مال البناين بروستاتيك هايبر بليجيا. واضح؟ شفتوا ان الكوربورا اميليشيا قلنا فيري امبورتنت موجوده بالسكريشن. راح ناخذ السيمينار فيزيكلز السكند اكسسوري سكس جلان موجوده هي السيمينار فيزيكل. السيمينار فيزيكل ديفلوب فروم ذا فاز ديفرنس، هي طبعا لها اتاتشمنت والفاز ديفرنس، بعضها يقول يعني منفصله يعني ما لها علاقه، وبعضها يقول ممكن جزء من الفاز ديفرنس يصير هنا بوبوليشن وسيستيك تشينجز، وهذه يسوونها مثل الباوتش لايك. اذا السيمينار فيزيكلز هيستولوجيكال اورجنايزيشن ريزمبل تو سم اكستنت ذات اوف ذا فاز ديفرنس، تشبه يعني هيستولوجي تشبه الفاز ديفرنس واللاينج ميوكوزا واللامنا بروبري والمسكولا لاير. They are elongated sacs about 4 cm long 2 cm. وهي عادة السيمينار البروستيت سنجل اورجان، السيمينار فيزيكلز بيرد اورجان يعني مز الزوجة عندنا رايت وليفت سيمينار فيزيكلز. واضح؟ بين بروستيت سنجل اورجان. They are elongated sacs about 4 cm long and 2 cm width which taper where they unite with the vas deferens. بعدين شوي يصير بين مثل tapering واتاتشمنت ويا الفاز ديفرنس. من تتحد ويا الفاز ديفرنس تسوي لنا شنو؟ ايجيكولاتري داكت. Each seminal vesicle consists of one coiled tube about يعني 15 سنتيمتر لونج. يعني يقول لك ممكن seminal vesicles هي عباره عن coiled tube cystic lidality tube وصار بي coiling. فعلا نشوفها كانما اشوفها يعني coiling tube، شلون اللي اخذ يعني الابيديدمس في كولد تيوب تلقى يعني مرتفع حول بعض عده مرات كويل تقريبا هو طول ما تسجل. احنا مو قلنا 4 سيم، 4 سيم من جنرال السيمان فيزيكلز، بس اذا تاخذ هذا التيوب وتفتحه يطلع تقريبا 15 سنتيمتر اللون مالته، بس من تسوي له التوات تصير كاورجان او ستراكشر تقريبا 4 سيم و2 سيم ويلث مالته. All the lumen visible in the section of the seminal vesicles are in continuity in the intact organ. هنا يعني تقريبا هو يعني coil cystically dilated organ واللومينا visible نشوفها راح نشوفها واضحة ويعني contact with the organ وصار على شكل بابيلاري structure أو بابيلاري glandular structure ومفتوحة مع بعضها.
واضح مفتوحه مع بعضها، مفتوحه الى اللومن اوف سيمينال فيزيك، وكانما هو يعني وكانما شلون هسه راح اوريكم الصوره مالته شلون كانما انستموسي برانشنج فولدد. الميوكوزا شو ثين برانشد انستموسي فولد. The structure of the epithelium is variable appearing columnar or pseudostratified columnar. تلقى columnar cell و basal cell. The lamina propria of the mucosa is barely thin تكون and loose. The muscularis consists of inner circular and outer longitudinal layer of smooth muscle. هنا مثل ما قلنا بالفاز ديفرنس اكو عندك تو لاير انر واوتر، اوتر لونجيتيودينال وانر سيركولار ثيك تكون عاده الانر والاوتر تكون عاده ثن. إذا صار عندي أنا لومن باللومن لاين باي جلاندولار أبيثيل على شكل بابلاري وجلاندولار لايك سراوندد باي مسكولار اللي هي تو انر سيركولار واوتر لونجيتيودنال والانر سيركولار تكون عادة ثن. سيمينال فيزيكال كان يحتقلون إلى يعني فترة قريبة إنه هي ستورس سيمن يعني مخزن للسيمن واضح، ولذلك سموها سيمينال فيزيكلز يعني لخزن الفيزيكل لخزن السيمن، لذلك من هالاسم تسميتها اجت. حقيقه هي مو هيك، هي جلاند يعني ما لها علاقه. This turned out be wrong. هذا الاسم يعني تغير اسم خاطئ. They are gland whose secretion constitute about 60 to 70% of the ejaculate. والسكريشن مالته يمثل تقريبا 60 إلى 70% من الايجوكليت او الايجوكليشن، تقريبا 60 إلى 70% هو السكريشن اوف سيمينال فيزيكلز. The secretory product of the columnar cell which may be seen in the lumen of the seminal vesicles is strongly acidophilic. Secretion عاده مال السيمينال فيزيكل اللي يكون من الكولومنر سيلز large amount of fructose. مكونات مالت هذا السكريشن مال السيمينال فيزيكلز فركتوز بنسبة عالية جدا. هسه راح نشوف ليش الفركتوز. Which is the spermatozoa utilizes as a source of energy. يعتبر source of energy للسبرماتوزوا او السبر. نشوف السكريشن مالته يعني السيمينال فيزيكلز السكريشن مالته يحتوي على نسبة كلش كبيرة من الفركتوز، يعتبر source of energy يعني اللي يستخدمه السيمن. كذلك السكريشن contain بروستاجلاندين وفليفينز يلو فلوريسنس بيجمنت، وهذه مهمه اليلو فلوريسنس بيجمنت. كذلك اكو بالسيتوبلازم تلقى اكو مونستر لارج مونستر سيلز او خلايا لارج يعني شكلها غريب، وكان واحد يشك بها انه يكون مالجنس سيل لايك لان شوي لارج نوكليوس وهايبر كروماتيك، وهذه بها لارج سيتوبلازم يحتوي على يلو فلوريسنس بيجمنت. يعني بنستخدم فلوريسنس ستيننج او هذه تكون يلو بيجمنت، وهذه مهمه نستخدم الفورنسيك ميديسين تو ديتكت السيمن ستين. يعني هذه اليلو فلوريسنت او يلو بيجمنت موجوده وين بالسكريشن اوف سيمينال فيزيكلز، تفيدك بالكشف عن يعني بالعمليات الطب العدلي والجرائم والاغتصاب وغيرها، تدور انه ممكن اكو سيمن اكو سيمن سكريشن موجود بالملابس على يعني اي مكان. هذا بتفيدنا بالفورنسيك ميديسين لان نشوف هذه يعني يلو فلوريسنس بيجمنت مهمه جدا بالتشخيص اوف السيمن، ليش موجوده هاي بالسكريشن تطلع ويا السيمن سكريشن لين تجي من السيمينال فيزيكلز. It is very important in forensic medicine to detect the semen stain and several other protein and enzyme. كذلك تفريز والسيمينال فيزيكلز. إذا السيمينال فيزيكلز سكريشن يحتوي على الفركتوز بنسبة كبيرة بالإضافة إلى بروستاجلاندين والفليفينس بيجمنت اللي هي يلو فلوريسنس بيجمنت تستخدم forensic medicine بالإضافة إلى another protein and enzyme. The cocktail of compounds which are released by seminal vesicles in addition to the fructose has a three main function مالته، بالاضافه للفركتوز اللي حكينا عليه الفانكشن مالته بالانرجي فور سبيرم. شنو الفوائد مال الكوكتيلز اوف كومباوند اللي تفرز من seminal vesicles؟ اولا formation of the sperm coagulum يعني الماده اللي يسبح بها السبيرم او اللي تحيط بها او اللي تحميه هو يسويها بنسبه كبيره مثل ما قلنا 60 الى 70% من الاجاكوليت او السيمن هو يتكون من سيمينال فيزيكال سكريشن. The regulation of the sperm motility يحدد لنا وكذلك ينظم لنا الموتيليتي يسهل لنا الموتيليتي
of semen or sperm. ثلاثة suppression of the immune function in the female genital tract. ممكن يسوي لنا suppression للإميون فراكشن of the female genital tract. عادة من يروح semen to the female genital tract. ممكن اكو اميون ريسبونس واي ممكن يسبب لك انفرتيليتي سوري اكستراكشن اوف ذا سيمن فممكن هذا يسوي اكسبرشن للاميون فانكشن اوف ذا فيميل جنتال تراكت ذا سكريشن اوف ذا سيمنال فيسيكلز از ذا ثيرد فراكشن اوف ذا ايجوكليت اوف ايجوكليت ايش قلنا لكم الفيرست تذكروني الفيرست بارت اوف ايجوكليت هو شنو هو بروستات اكسكريشن تذكرونه مش قلنا لكم السكند بارت هو السيمن يعني السبرماتوزوه are released with the second fraction يعني مو the first fraction of the ejaculate the second fraction تلقى السبرماتوزوه but first هو نلقى السيمينار فيسيكلز البروستيت secretion with third fraction هو السيمينار فيسيكلز secretion واضح طلع هاي مهمة هذه السيمينار فيسيكلز الهيستولوجي شوفوها شوف يعني نلقى هنا بابيلاري او بابيلاري جلاندولار ستركتشر شوف بابيلاري لايك وجلاند شوفوا لاين باي كيوبويدال او كولومنر كيوبويدال ابيثيليال بيزل لاير شوفوها محاطه بالماسكولار لاير عندنا باللامنا بروبريا هنا مثل الفاس ديفرنس بالضبط تقريبا بس هنا شويه ريجولاريتي اذا هو سيستيك ريجولار سيستيك تشينجز لاين بابيلاري بابيلاري جلاندولار ستركتشر وهنا الميوكوزا كونتينت كولومنر ابيثيليال بيزل لاير وتنحط بالماسكولار لاير تو ثيك ماسكولار لاير عندنا انر سيركولار ثيك واوتر لونجيتيودنال ثين واضح طلع بعد تجيك الصوره مال سيمينال فيزيكلز واضح مو مال بروستيت يعني شوفوا يمكن واحد يقول لي ممكن يشابهن يقول لك اي على هيك ممكن ما يشابهن هم هذه بس انا عاده ما عندنا هذه الكومبلكسيتي الموجوده عاده نلقى ثني ميوكوزا مثل ما شفنا من ساعه وبيها بابيلر بروجكشن شويه هنا أنا لا شوفوها بابيلاري بابيلاري جلاند ولا شوف يعني ممكن اكو برايمري واكو سكندري برانشينج واضح وهذه جلاند سكريشن واكو بابيلاري ستراكشر واكو ماسكولار ستراكشر شوف كذلك هنا سيدو ستراتيفايد كولومنال ابيثيليال لايننج هنا البيزل لاير شوفوا البيزل لاير يعني قلنا هي تقريبا بيزل كولومنال ابيثيليال وهذا اللومن مال جلاند هاي اخذنا كبرنا يعني طلاب هذه الصوره ان جنرال بعد اذا على اللو يشوفها كانما فد لارج سيستيك تشينجز بمفضوب اللايك بابيلر بروجكشن لان هو يعني عباره عن يعني ريجولار سيستيك تشينجز يعني شلون كويلد تيوب اللي احنا قلنا عباره عن كويلد تيوب سيستيك لارج كويلد تيوب وموجوده هذه بابيلري لان هي كلها مفتوحات على بعضها يعني مو تصور انه كل وحده لوبيولر وحده منفصله عن الثانيه هنا فد لارج كافيتي وهنا كلهم ذني يعني تقريبا اوبننج تو ذا سيم لومن اوف ذا اورجان واضح هنا خلصت طلاب المحاضره هذا اليوم اهم شيء البروستيت سيمنال فيزيكلز طبعا سيمنال فيزيكلز كديزيز وكتيومر يعني رير واضح رير يعني ما راح اشوفها وايد فيري رير كتيومر لحد الان ما شايف انا سيمنال فيزيكلز تيومر يمكن ما نقدر شايفين والديزيز مالتها انفكشن حتى صعب الدايكنوست مالتها تريتمنت فما اشوفها كل شوي البروستيت اللي اشوفها كل شوي كل شوي بالمين شوف بالميل نشوف البروستيت ديزيز كل شوي سواء بروستاتيتس انفكشن او بروستاتيك انفكشن او بنين بروستاتيك هايبربليجيا اللي يعتبر موست كومن ديزيز اوف بروستيت. بقى عندنا البنس يمكن انتم تشوفون الهيستولوج مالته كلش بسيط وشوفوا احنا ما لحقنا نطيف شوفوا احنا ما نجيب عاده ما لحقنا نطيف